فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خلصت كتابي. حفظت سورة الليل دي؟ اقرأيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما لأحد عند الأعلى ولسوف يرضى. يا صباح الخير يا صباح الفل والياسمين، كيفكم صباحي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. انتم عم تشوفوا فيديو اليوم، اهلا وسهلا فيكم كلكم، نورتوا قناتي. اهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي جديد، بدي رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بعد ما بعثت الاولاد على المدرسه كنت حاطه بالغساله جرابات الاولاد كلياتها، لانه ما عاد صفي عندهم جرابات، ما بعرف كيف هيك تجمعوا. كل ما بيروحوا مشوار كل يوم بيطلعوا، لو يعني رايحين على الماركت بيرجعوا بيشلحوهم بحطوهم بالغسيل، فتجمعوا ما عاد صفي عندهم، فقلت خلص اغسل لهم اياهم كلهم. وهون عم شيل الزغبره عن التياب اللي هيك طالع لها زغبره، يعني وبر. هذا الجهاز ما بحسن استغني عنه، اول ما اجيت على مصر اشتريته لانه ما بحسن يعني اقعد من دونه، خاصه بالشتاء. التياب في قمايش تياب هيك على الغسيل بتصير قديمه، لو هي جديده بس خلص على اول غسله بتصير قديمه، وما بحب يعني هيك بحس منظرها ابدا ما حلو. مثل ما شايفين بينشحن شحن. وعندي هي القطعة كمان بتجي مثل الرول هيك للزيت، كمان ما بحسن استغني عنها، جايبتها من تركيا بس اظنهم في منها بمصر، يعني شفت بكذا محل موجود منها، كمان كتير ظريفة هيك اذا ملزق زغبرة شعر بيشيلون. حسيت شغلة انه البيت الصغير فورا بينكت وبيتوسخ وفورا بينضب، بس ما بعرف يعني لازم كل يوم كل يوم ينمسح وكل يوم كل يوم ينضب، يعني عكس وقت كنت بتركيا البيت الكبير. ما بعرف يمكن لانه كنت اولادي احطهم بغرفهم، كان كل واحد عنده غرفة، فخلص انه بدكم تلعبوا بدكم تنكتوا بغرفتكم، فبرا بحس انه خلص نظيف، اما هون قعدتهم كلها يمكن بغرفة القعدة حسوا فورا عم ينكت فورا عم يتكركب، فاذا ما عملت له هيك تنظيفات كل يوم ما بتحسي تعدي فيه. كم يوم بدي اطلع من البيت وسلمه، فقلت احسن ما قبل بيوم من تسليم البيت هيك انعجي بالترتيب والتنظيف، قلت خليني هيك رتب خزانة على قد ما بقدر، يعني مثلا هي الخزانة فيها اغراض ما كتير بستخدمها، فحطيتهم جمعتهم كلهم بكياس، نظفت الخزانة من جوا ورجعت الكياس لمحلها. هيك بيصفى علي قبل ما سلم البيت بيصفى علي شغلات كتير بسيطة، هي عندها اغراض وانا جبت اغراض، فالاغراض اللي انا جبتهم هيك حطيتهم بكياس وكراتين على جنب بقلب الخزاين، الاغراض تبعاتها كمان حطيت لها اياهم بالدروجة وبالخزاين، بس شو نظفت الاسطح يعني.
رشيت على هي الاسفنجة مزيل دهون لأنه فيها بقع الأولاد يعني هن عم ياكلوا بوسخوا، رشيت مزيل دهون ومسحته به الممسحة، رجعت نظيفة ما أحلاها يعني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز. جينا على هذا البيت هون عم صور لكم البلور اللي تركب يعني قبل بيومين ركبوا البلور، فاجينا عم نشوفه. حتسألوني ليه لهلا ما انتقلتي؟ لأنه لسه في شغلات يعني عم تصير بالبيت، والبيت لسه جديد، الكهرباء من يومين لما وصلت، اليوم المي رح توصل، كمان في الشبابيك مناخل لازم تتركب كمان. هون اجى المهندس عم ياخد المقاسات تبع المطبخ لأنه أخيرا لقيت المكان مناسب لحتى هيك فصل فيه المطبخ. هذا المكان كتير حسيتهم يعني فهمانين وكمان تعامل معهم كتير منيح. بيعملكم المطبخ اللي انتو هيك بعقلكم وبيعطوكم نصائح كتير. ان شاء الله بس يتركب المطبخ وحس انه منيح رح اعطيكم كل التفاصيل للناس اللي عم تفصل هيك مطابخ وتكسي بيتها، ان شاء الله هيك رح تستفيدوا منه كتير. بعد ما طلعنا من البيت رحنا على مدينة اسمها مدينة نصر، بتبعد عن بيتي تقريبا ساعة، يعني ما شاء الله مصر كبيرة، ولتروحي على بين المكان والمكان كتير في مسافات. فزوجي كان عنده شغل هنيك، قال لي بما اني انا رايح لهنيك عم يقولوا في سوق كتير كبير، امشي روحي واشتري ثياب العيد للولاد. انا الصراحة ما كان بدي روح يعني هيك صيام وما بعرف شو بدنا نفطر وكذا، فهو اصر علي قال لي خلص بنرجع بنساوي اي اكلة يعني هيك على السريع. والله رحت يعني عم شوف ثياب الاولاد، ما عاد اعرف شو اشتري لهم شتوي ولا صيفي، كنت محتاره عم بتفرج يعني. فهي النيه انه اشتري لهم الاولاد الصراحه، بس شو طلع النصيب؟ النصيب انا اشتري وهن ما اشتريت لهم. هذا السوق كتير كبير، حسيته السوق بيشبه سوق باب توما، صالحيه، الجسر الابيض، عن جد حسسني بايام زمان. فكبير كتير يعني، مشينا هيك شارع كلياته محلات، والمحلات النسائية أكثر من محلات الأولاد والرجال. فآخر شيء خلص قلت له زوجي خلص المرة الثانية بنجي ما لقيته للأولاد، عم نطلع بالسيارة ولا لقيت لكم هذا المحل هيك عارض على الواجهة شغلات كتير حلوة. فقلت له زوجي خلص خليني فوت بس اتفرج، أنا ما بدي اشتري، وفعلا ما بدي اشتري. بس بعدين لقيت فوق قسم كبير عاملين عروض على الثياب الشتوية والخريفية، بتاخذي القطعة تانية ببلاش. فولا عم بتفرج لقيت هدول كنزات، شايفينهم هي في منها كحلي وأورانج وزهر، طويلة من ورا قصيرة من قدام. فولا طبقت عليها كتنورة مثل ما شايفين، تنورة بيضة كمان بيلبق عليها تنورة سودة. فهي الكنزة أخدتها وأخدت معها جاكيت تاني ببلاش، يعني تقريبا هدلوني على التركي بيطلعوا شي 300 ليرة تركي، يعني هيك رخاص كتير. وحسيتهم حلوين مثل ما شايفين، حاطين كمان هيك حسيت هاي الفكرة كتير حلوة، حاطين كروت انهم برمضان انتو عم تقري قرآن كل جزء بتخلصي بتحطي هيك علامة جنب الجزء اللي خلصتي لحتى تختمي القرآن. هذا الجاكيت اللي جبته اول مرة بجيب هذا اللون الفيروزي، كتير حبيته الصراحة. البضاعة عنده كتير حلوة، لحط لكم رابط الموقع باول تعليق، اللي بيحب يروح كمان قولوا له انه نحن من طرف عالم ريمي بيعملكم خصم وبدللكم كمان. الأكلة السهلة والسريعة والطيبة هي جاج وبطاطا بالفرن. مثل ما شفتوا البطايات قطعته نص دائرة، وعندي هدون الدبابيس قصرت بالسكين هيك يعني شكهم هيك لحتى البهارات تفوت لقلبهم ويتشربوا النكهات.
هون شو حطيت التتبيلة؟ حطيت لبن زبادي وخل وزيت، وحطيت في عندي ظرف بهارات الجاج هيك فضيته كله مع بابريكا فلفل أسود وكمان ملح، كلياتهم مزجتهم كلياتهم مع بعض هيك بالتتبيلة. وبعدين صفيت بالصينية البطاطا من تحت، مع البطاطا بهرتها ملح وفلفل وزيت، وبعدين حطيت الدجاج من فوق. أسهل أكلة وعن جد أطيب أكلة. لازم بكل غسلة يطلعنا فردات الجرابات مالهم اخت، يعني ما بعرف وين بيروحوا، يعني بتبلعون الغسالة ولا وين. انا بحطهم هيك على جنب بدرج، وكل ما اغسل اذا طلع الفردة الثانية بجمعهم مع بعض وبحطهم، ما طلعوا اخر شي بروحوا على التقاعد. هون بعد الفطور حبيت هيك ادلل حالي واعمل فنجان قهوة مع هي التارت. هالمرة ما رحت على الجامع انا، يعني مرة بروح على الجامع بصلي هنيك، مرة بصليها بالبيت. ناقصني كم غرض فحبيت روح على الماركت لجيب الاغراض اللي ناقصني. الصراحة برمضان بحب روح بالليل اكتر من النهار، يعني بعد الفطور. وما شاء الله هون بمصر بيضلوا فايقين، يعني بتروحوا الساعة 3 بتلاقون فايقين وفاتحين. هون بس رجعت على البيت اجوا كمان شالونا الغاز، البوتاغاز القديم. البوتاغاز القديم ما بعرف شو صار له، يعني انا عم شغله ما عم تشتغل البلور، فجابوا لنا هذا البوتاغاز الثاني، وحسيت هذا احسن من هدلاكي. ما بعرف، هدلاكي بحسيته بيحرق، وكمان مو كل الطناجر بتحسني تحطي عليه، يعني له طناجر محدده، فما حسيته ظريف يعني كثير. وكمان قد ما كنتي يعني هيك حريصه عليه انه ما يتجرح، اذا بس انت عم تحركي بالطنجره عم تحركي هيك المعلقه، يعني اذا انزاحت الطنجره هيك شوي من تحت هيك بتجرح قد ما كنتي حريصه عليه. حسيت هذا احسن بكتير، فمسحته كمان الفرن بعد ما ساوينا بطاطا وفروج بالفرن، فانه كله طرطش هيك عليه الزيت، فكمان مسحته. Thank you.
الأولاد فوتهم على الحمام ونيمتهم هون على السحور، حبيت أعمل شوربة البروكولي كتير طيبة، عن جد بنصحكم تجربوها، الأولاد حبوها وأنا كتير حبيتها، وسهلة وسريعة. مثل ما شايفين حطيت زيت نباتي، حطيت بصلة مفرومة، صدر الدجاج قطعته هيك كتير أصابع رفيعة عرفتوا، وقليتهم مع ملح وفلفل، وأنا بحب أحط للدجاج دائما الهيل المطحون بيروح ريحة الزنخ. هون عندي البروكولي قسمتها هيك رفيعة، المرة الجاية بدي أقسمها لسه أرفع من هيك، الأولاد ما كتير بيحبوها، فوقت تطلع لهم وحدة رفيعة بياكلوها، السميكة ما ياكلوها. المهم هون جزر مبروش، بعدين بتقليهم هيك كلياتهم مع بعض، بعدين بس طبعا يستو الطحين، معلقتين طحين هيك بتحطيهم وبتحركيهم، وكمان درة صفرة، حركيهم هيك مع بعض لحتى يتقلوا ويستو. بس قليت كل المكونات مع بعضها، حطيت مرق الدجاج، فيكي انتي كمان تضيفي مكعب ماجي مع مي سخنة، بعدين حطيت ملح وفلفل، حطيت كريمة طبخ، حطيت الشعيرية، بحركهم لحتى الشعيرية تستوي والقوام تبع الشوربة كمان هيك يصير سميك. عن جد أكلة كتير لذيذة وطيبة، بنصحكم تجربوها. أنا هون كان برا عم ينزل مطر سبحان الله، يعني فهيك الشوربات مع المطر يعني غير شكل. لهون بيكون انتهى الفيديو تبع اليوم، بتمنى يكون عجبكم، إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك وشاركوا بالقناة، بحبكم كتير، سلام.